finns ikke de der tanker og funder og sånn her da. Men det var til. Men jeg er nødvendig da. Eller så er det jo ikke mamma sier da. Mamma tok flaks. Men da, trekk meg da. Alle tror jeg at den kjenner bra, så blir det den. Og hvis jeg aner seg til kjærlig, da blir jeg et nymme. Så det mye den er for ham. Og han må snakke med Brynn kone. إيه زعما المدير الله يعمر هذا المدرسة الله يعمر هذا الأستاذ الله يعمر هذا على حسب طريق هو طريق على حسب الحسن ديالها على حسب التواليت على حسب هو الجوج تاني كنخرج أنا معاه واحد ونص كنوصل تما جوج قسمين إلى رجع تاني كنرجع مع جوج ونص ثلاثة ولا ربع. يواجه الأطفال في وضعية إعاقة صعوبات كبيرة ومتعددة في الولوج إلى المدرسة ترتبط أساساً بمحدودية مقاعد الاستقبال في المراكز المتخصصة وأقسام الدمج المدرسي والأقسام العادية فضلاً عن الصعوبات الإدارية المرتبطة بقبول تسجيلهم وغياب الشروط المادية لتسهيل هذا الولوج إضافة إلى التمثلات حيال حق هذه الفئة في التربية دونك في اطار التعاون مع منظمه اليونيسيف ومع اعاقه دوليه سي هانديكاب انترناسيونال دونك تم اولا في البدايه تمت العمليه في ثلاث مراحل المرحله الاولى وهي تشخيص الوضعيه وضعيه الاطفال في وضعيه اعاقه على صعيد جهه سوس ما الصدرع دونك كان هذا هو الاول بعد ذلك تمت بلوره خطه جهويه اللي اولا التغلب على هذه المعيقات وكذلك تثبين المكتسبات الجهويه بحيث ان مجموعه من المؤسسات التعليميه تشتغل على هذا النوع من التعليم وهي متقدمه جدا في مناهجها وفي منهجيتها. الخطه الثالثه وهو اشراك مجموعه من المتعاونين الفاعلين التربويين لانجاز المشروع الفردي للتلميذ مع قطاعات اخرى كوزاره الصحه ومجموعه المتخصصين ديال وزاره الصحه. وكذلك انا تمت بلورات هذه الخطه واعتمدت على التحسيس وعلى التعبئه لمجموعه من الاباء والامهات لمعرفه ان حق التعليم لابنائهن وبناتهن هو حق مشروع وحق يجب ان يستفيد منه هذا التلميذ والتلميذة. أهمية التواصل بالنسبة للأسر لمعرفة الحقوق ديال الأطفال ديالهم والحق ديال هؤلاء الأطفال في التمدرس وفي التربية. المسألة المستوى الثاني يتعلق بالتواصل مع الأساتذة والأطر الإدارية والتربوية والأطر الطبية المشتركة بجميع هؤلاء الأطفال اللي هم خارج المدرسة في وضعية إعاقة يرجعوا لنا المدرسة ونضمنوا الحق ديالهم الجماعي في التربية وفي التعليم. الولوج المادي ولوجيات توفر الولوجيات ولكن الولوج في على مستوى التسجيل لأن هناك معيقات حول التسجيل ثم من ضمن المحددات الأخرى أو المعيقات ما يتعلق بالممارسات التربوية والبيداغوجية لفائدة هؤلاء الأطفال. كاين معيق أكبر هو معيق المرتبط بالتصور. تصور حول كيفية إدماج هاد الأطفال داخل المنظومة فكانت الاستراتيجية السابقة تعتمد مبادئ ديال جعل هاد الأطفال في مدارس خاصة ولكن تبين بأن هاد المقاربة غير ذات جدوى على اعتبار أن الهدف هو إدماجهم في المجتمع والإدماج في المجتمع يقتضي أولا
إدماج هذه الفئة في المدرسة. إذن هذه أهم المعيقات بالنسبة للتشخيص. انخرطت مدرسة النهضة في هذا المشروع الذي انطلق بداية عام 2013 بدعم من منظمتي اليونيسيف وإعاقة دولية من أجل إرساء تربية دامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ضمن 18 مؤسسة تجريب بجهة توسماسة درعا، والتي ساهمت في تجميع المعطيات وتحديد المعيقات وكذا حصر فرص العمل من أجل تحقيق تعليم ذي جودة للجميع. بالنسبة لتجربة نيابة زكانيت ملول في أكاديمية جهة توسماسة درعا، عندنا واحد تجربة متواضعة ولكن تنعتقد بأنها كتمشي في الاتجاه ديال التربية يعني الدامجة. الان حتى الا شفنا يعني الاحصائيات بان تندمجوا واحد اعداد مهمه ديال التلاميذ اللي هما في وضعيه الاعاقه في الاقسام يعني العاديه، كذلك تندمجوا كل ما يهم هاد الاطفال في المشاريع ديال المؤسسات في لي بروجي دي زيتابليسمون. ثانيا هاد العمل هذا اللي شجعنا هو اننا استطعنا اننا نعبئوا جميع مكونات المجتمع، سواء كانت مؤسسات ديال الدولة، كانت مؤسسات منتخبة، كان مجتمع يعني مدني والأسر. يعد تمدرس هؤلاء الأطفال سواء بأقسام الدمج المدرسي أو في الأقسام العادية رهاناً أساسياً، وقد بيّنت دراسة تشخيص للمشروع أنجزت بهذه الجهة أن الأطفال في وضعية إعاقة يسايرون بشكل ناجح دراستهم بالأقسام العادية، 88% منهم نجحوا في تعلم الكتابة والقراءة، و80% نجحوا في تعلم معارف جديدة، بينما في أقسام الدمج المدرسي 55% استطاعوا مواكبة التعلمات، فيما تواجه 45% الباقية صعوبات في تعلم الكتابة والقراءة. إكرام تسجيلات في سنة 2013-2014 كانت في القسم ذوي الحاجات الخاصة، ثم كانت تشارك التلاميذ ديال ذوي الحاجات الخاصة مجموعة من الأنشطة، وسجلناها إدماج، درناها في إدماج جزئي في القسم الأول. إدماج جزئي، وخلال هذه السنة دمجناها دمجا كليا، درنا ما يسمى بالانكلوزيف. ثم من بعد الأشهر الأولى لقيناها بأنها تتابع ودمجناها في السنة الثانية. بالنسبة للإكرام ملي جات أول مرة كانوا الدراري كيشوفوا فيها وكيتعجبوا منها وكذا، ولكن بعد أسبوعين ولات اندمجت مع الدراري، اندمجت مع الدراري ودرتها في القدام البلاصه ديالها هي هذه. في الحقيقه يعني في البدايه في الاول يعني كنا كنتخوفوا، عرفتوا ما عرفنا كيفاش نديروا معاهم، ولكن ملي خدينا التكوينات ودرسنا التكوينات استفدنا الحمد لله، وعرفنا دروك كيفاش نتعاملوا مع هذا، مع هذه الفئه من الاطفال، هذ الاطفال اللي هم في حاله اعاقه، عرفنا دروك كيفاش نتعاملوا معاهم. التربية الدامجة مقاربة تعتبر التنوع كمكون أساسي لسيرورة التعلم، تتوخى التنمية البشرية. المشروع التربوي الفردي عدة تربوية لبناء تعلمات الأطفال في وضعية إعاقة، وهي أداة تساعد الأساتذة على ملائمة المقاربات البيداغوجية وطرق التدريس لتتبع التحصيل الدراسي لهؤلاء الأطفال. المشروع التربوي الفردي يتيح لكل المتدخلين من أطر وزارة الصحة والمساعدين الاجتماعيين والفاعلين المدنيين مشاركتهم الداعمة لهذه العملية. بالنسبة للمشروع الفردي التربوي يجب الانطلاق من تشخيص لا يكون فقط عنده طابع بيداغوجي تربوي بقدر ما يكون عنده طابع طبي وشبه طبي، إضافة إلى ما هو تربوي، لكي يلتقي هذا التشخيص ليعطي كل حالة من حالات الأطفالنا في وضعية إعاقة أن يعطيهم كلهم مشروع تربوي شخصي ينطبق ويتوافق مع خصوصيات الإعاقة التي تسجلت عندهم. يعني هاد الحاجة اللي محتاجين ليها هاد الأطفال اللي هما
ذوي احتياجات خاصه بالدرجه الاولى هي التشخيص المبكر. التشخيص المبكر لانه غادي يخلينا نقتصدوا واحد الوقت كبير واحد الجهد كبير على الاباء اللي هما يعني كيعيشوا واحد المحنه يعرفوا شنو عند الطفل ديالهم باش يقدروا يدمجوه في اكبر وقت ممكن باقل جهد وباقل الامكانيات اللي هي ماديه في التمدرس وفي الحياه بشكل. لان ملي كنهضروا على الادماج في المدرسه فهو ادماج للحياه وادماج في المجتمع بشكل عام. بالنسبه لاكرام كنا استقبلناها باش نديروا لها ليفالياسيون دونك باش نحاولوا نشوفوا فين كاين المشكل عندها من الجانب النفسي الحركي. استقبلناها هي والوالدين ديالها باش نحاولوا نخدموا مجموعين على الحاله ديال اكرام باش نسهلوا عليها المأمورية في الولوج للمدرسه وفي التعلمات ديالها. واللي اتفقنا عليه هو باش مره غادي نحاولوا نعاودوا نشوفوا اكرام باش نشوفوا فين وصلت وفين مازال كاين عندها الخلل وشنو اللي تخدم معها من الجانب اللي هو نفسي الحركي. دونك الدور ديالنا كاخصائي دوري بلوتو كاخصائيات تقويه من النطق في مع الاباء ديال الطفل في وضعيه الاعاقه هو دونك المرافقه ديالهم في هذه الرحله الا قدرنا نقولوا ديال الطفل ديالهم في وضعيه اعاقه باسكو ماشي سهل اننا نتلقاو خبر اننا عندنا طفل غيكون مختلف سيت ان انفون كي ديفيرون دونك غادي يكون سورتو ان رول داكومبانيمون مرافقه ان رول دو سنسيبيليزاسيون اولا تحسيس غادي نرافقوهم باش يتعرفوا على الطفل ديالهم غنجاوبوا على الاسئله ديالهم لي واش غادي يتكلم واش غادي يتمشى واش غادي يقدر يكون مستقل بذاته دونك سي بلوتو ان رول دو سوتيان اولا واحد الدور يعني المعنويات ديالهم تترفع وكنحاولوا نرافقوهم في التعرف على الامكانيات ديال الطفل ديالهم. بالنسبة للمملكة المغربية في الحقيقة أنه ساهمت في مجموعة من العمليات كذلك كالمصادقة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل الاتفاقيات المتعلقة بإعاقة بالأشخاص في وضعية إعاقة كذلك أنه أصدرت مجموعة من المراسيم والقوانين لهذه العملية اعتماد كذلك وزارة التربية الوطنية اعتمدت مجموعة من الأقسام المدمجة منذ مدة للتغلب على هذه العملية وإدماج التلميذ في مساره التربوي تقوية كذلك العمل مع مجموعة من الجمعيات وتشجيعهم للعمل في هذا الميدان لإخراج هذا التلاميذ والتلميذات إلى المطالبة بحقهم كذلك في التعلم. كذلك لا ننسى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لصاحب الجلالة كذلك أكدت على محاربة هذا التهميش ومحاربة مجموعة من العمليات على تقليص الفوارق الاجتماعية. أنا اسمي مريم بيكوك سنة أولى لسعادة التقني العالي شعبات تدبير مقاولات متوسطة وصغرى حصل على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الاقتصادية بمعدل لا بأس به. أكيد أن كل واحد فينا عنده صعوبة ولكن إعاقة أكثر صعوبة، لكن إنسان قوي عليه أن يواجهها من أجل الحصول على ما يريد. وهنا أوجه رسالتي إلى كل أب وكل كل أشخاص في ذوي الإعاقة أن هناك ليس هناك مستحيل. أبدا ليس هناك مستحيل فعلى الإنسان أن يحاول ويطمئن مجهوداته في مواجهتها.
حقوق الطفل، حقوق الطفل المعاق يجب توفيرها مهما كلف الأمر. احترام للاختلاف، هذا الاختلاف ديال الطفل المعاق هي الوسيلة الأولى لضمان حقوقه في الولوج إلى المدرسة. الطفل المعاق عنده الحق في العيش الكريم، عنده الحق في الولوج للصحة، عنده الحق في الولوج إلى اللعب، عنده الحق في التمتع بالطفولة دياله. ولكي يتمكن من التمتع بالطفولة دياله يجب خلق جميع الوسائل والطرق على المستوى المؤسساتي، المستوى الجمعوي، على المستوى كأفراد في المجتمع، المحيط العائلي، المحيط العام، لكي يتم الولوج دياله إلى المدرسة.